الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. صدق الله العلي العظيم. خادم واجبه طبخ الطعام، يترك واجبه ويذهب ويكنس المنزل كاملا. ألا يغضب عليه المخدوم؟ بالتأكيد المخدوم يقول له: أنا استأجرتك لطبخ الطعام، ليست وظيفتك كنس المنزل، أد واجبك، أد دورك المطلوب منك. هذا حال، اسمحوا لي أن أقول، كثير منا فيما يرتبط بالقضية العظيمة المهدوية. الكثير منا، ليسوا الأكثر إن شاء الله، ولكن الكثير يؤدي شيئا غير مطلوب منه، وبطبيعة الحال يترك شيئا مطلوبا منه. طبيعي، إذا انشغلت بشيء ليس دورا لك بالتأكيد ستتخلى، ستضطر أن تترك
بعض ما هو مطلوب منك. كنموذج، بعض المؤمنين بل كثير من المؤمنين ينشغل على مر العصور، ليس شيئا جديدا، ينشغل فيما يرتبط بالقضية المهدوية المباركة، ينشغل عن البحث في تحديد علامات الظهور وتطبيقها على مصادقها. السفياني من العلامات الحتمية، هل هو الشخص الفلاني في البلد الفلاني؟ الصيحة من العلامات المحتمة، هل هي الصوت الكذائي الذي يحدث أو حدث في المكان الكذائي؟ قتل ذي النفس الزكية، هذا الشخص الفلاني الذي قتل. الخسف، هذا الخسف الذي حدث في المكان الكذائي. تصرف طاقات، أوقات، إمكانيات، بعضها جبارة بعضها كبيرة، في تحديد وتطبيق العلامات على مصادق معينة. أولا، هل هذا تكليفنا؟ هل هذا واجبنا؟ هل وردت الروايات الشريفة تأمرنا، هل أسأل، تأمرنا أن نطبق هذه العلامات على مصادق؟ توجد رواية واحدة؟ العلامات ذكرت في الروايات الشريفة لأهلها، أما أن نبحث عن هذه العلامات وعن تحقق هذه العلامات، هذا الشيء ورد في الروايات الشريفة؟ أسأل. ثانياً، الروايات الشريفة المتواترة إجمالاً قطعاً تبين هذه المعلومة، هذه المعلومة قطعاً واردة في كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قطعاً هذه المعلومة ذكرها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مجاميع من الروايات الشريفة، أنه سوف يكون الظهور الشريف فجائياً، فجأة، بغتة. الشيء الذي نعلم علاماته وتحققت علاماته، هذا يكون فجائيا؟ لا. أنت الآن تعلم أنه هناك طقس، هناك شيء جوي لطيف، جو كذائي موجه إلى بلدك، عندك علامات. عندما يصل هذا الطقس، عندما تصل هذه الموجة، تفاجأ؟ طبعا لا، لأنك كنت تعلم عبر العلامات أن هذه الموجة الجوية موجهة إلى بلدك. تفاجأ؟ لا. يكون بغتة؟ لا. الروايات الشريفة التي بيّنت أن الظهور الشريف سوف يكون بغتة، يعني أن البشر سوف لن يعرفوا العلامات، لو علموا العلامات ما صارت بغتة. فتبحث عن ماذا؟ أذكر لكم بعض النماذج من طوائف الروايات الشريفة. ورد في الروايات الشريفة العديدة
أن مثل الظهور الشريف كمثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذا ورد في رواية الشريف، مثله مثل الساعة. تبحث عن ماذا؟ الصيحة الفلانية علامة، الشخص الفلاني الذي قتل هذا هو النفس الزكية، ذي النفس الزكية، بين قتل ذي النفس الزكية إلى الظهور الشريف 15 يوما حسب الروايات الشريفة، حسب بعض الروايات الشريفة. تحدد ماذا؟ تفاجأ؟ لا تأتيكم إلا بغتة؟ لا تأتيكم إلا بغتة يعني لا تعلم، يعني مرة واحدة من دون علامات، من دون ظهور علامات لك. هي العلامات موجودة، العلامات قيلت لأهلها، ولكن أنت تبحث عن شيء سوف لا تعرفه، وإلا لا يكون بغتة. مثال آخر ورد في الروايات الشريفة، وسمعتم هذه الرواية الشريفة، هذا التعبير وارد في روايات عديدة، أن الله سبحانه وتعالى يصلح أمره، أمر الإمام، أمر الظهور الشريف في ليلة. يعني ماذا يصلح أمره في ليلة؟ لعل البعض يقول ظاهر العبارة أنه الله عز وجل مرة واحدة يقرر، استغفر الله، حاشا لله تعالى، مرة واحدة يقرر والعياذ بالله، والعياذ بالله، يستلزم ذلك أنه يكون جاهلا، أنا لا أعلم أنني سأقرر قرارا معينا في يوم غد، هذا ينبئ عن جهلي بأنه سوف أقرر. يصلح الله تعالى أمره في ليلة، يعني ماذا؟ يعني عند الناس يكون هكذا، الناس بين ليلة وضحاها يرون أن المقدمات كلها تهيأت فجائيا وحدث الظهور الشريف، هذا الشيء الذي يظهر. وإلا معنى آخر لهذه العبارة عندك؟ يصلح الله تعالى أمره في ليلة، الشيء ليس مرتبطا بالله، مرتبط بما يظهر للناس. مثال آخر، نموذج آخر في الرواية الشريفة يؤيد أو يدل على هذا المعنى، في حديث بأسانيد صحيحة أكثر من سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله قال: المهدي من ولدي، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة حتى تظل الخلق عن أديانهم، والعياذ بالله، في بعض العبارات نفس الرواية تقريبا، تظل فيها الأمم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني ماذا يقبل كالشهاب الثاقب؟ من جملة المعاني المحتملة في هذه العبارة أنه شيء سريع يكون، شهاب فيه مواصفات، شهاب منير، من جملة مواصفات الشهاب أنه سريع. شيء سريع يكون فجائي، تنتظر العلامة الفلانية صارت الحمد لله، بعد الشهر علامة ثانية، بعد شهرين علامة أخرى، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات. قلت لكم القضية ليست قضية جديدة، منذ مئات السنوات بعض المؤمنين، بل حتى بعض العلماء، لا أريد أن أستشكل على العلماء الكبار، ولكن أقول هذا تكليفنا، نبحث عن شيء
علماء من كبار العلماء السابقين قبل مئات السنوات حددوا، قالوا العلامة الفلانية حصلت، العلامة الفلانية. مضت مئات السنوات تبحث عن أي شيء. نموذج رابع، وهذا جدا عجيب وجدا دقيق ويدل على ما ذكرنا أن القضية قضية فجائية. قضية البداء في العلامات، في علامات الظهور. علامات الظهور التي ذكرت في الروايات الشريفة قد لا تحدث ويكون الظهور الشريف. الأعجب من هذا، حتى العلامات الحتمية، عجيب هذا، العلامات الحتمية قليلة، هي خمسة أو أكثر هذه الحدود، في بعض الروايات الشريفة خمسة. أقرأ لكم هذا الحديث الشريف، حديث بسند لا بأس به، عن أبي هاشم الجعفري، مشهور أبو هاشم الجعفري، من الخواص، من خواص الإمام الجواد والهادي صلوات الله عليهما، ولعله أدرك الإمام الرضا صلوات الله عليه. قال: كنا عند الإمام أبي جعفر محمد بن علي الرضا صلوات الله عليهما، فجرى ذكر السفياني. تعلمون من العلامات المحتمة السفياني، خروج السفياني. فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت للإمام أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه: هل يبدو لله في المحتوم؟ هل يوجد هناك بدأ؟ يعني ماذا؟ يعني الله عز وجل يظهر شيئا للناس ثم يصنع شيئا آخر، يمحو ما أظهره للناس. عند الله لا يتغير شيء، لأن الله عالم، هو بكل شيء عليم. إنما عند الناس كان المفروض، الناس هكذا كانوا يتصورون، أن هذا الشخص يموت، دفع صدقة، الله عز وجل أجل موته مثلا، كما ورد في الرواية الشريفة. هذا من البدء، الناس الذين كانوا يعلمون كانوا يتصورون أن هذا الشخص سيموت، ما مات، كما حدث لإبراهيم في قتل في ذبح ابنه عندما أمر، ثم صار البداء، الله عز وجل أظهر شيئا لمصلحة لإبراهيم أن يذبح ابنك، ثم أظهر له شيئا آخر أنه لا خلاص، وفديناه بذبح عظيم. هذا البداء. يقول: سألت من الإمام أبي جعفر الجواد صلوات الله عليه: هل يبدو لله في المحتوم؟ العلامات الحتمية أيضا ممكن أن الله سبحانه وتعالى يغير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في المهدي أيضا، من الممكن أن الله سبحانه وتعالى لا يبعث الإمام، هذا أيضا فيه مجال للبدء. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المهدي، طبعا الإمام ذكر الاسم الخاص، أنا أغيره إلى اسم المهدي صلوات الله عليه، إن المهدي من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الظهور الشريف وعد، ميعاد، الكريم لا يخلف الوعد. العلامات وعيد، وخلف الوعيد تفضل. على الأقل العلامات معناها أن الظهور الشريف قد يتأخر. مثلا خروج السفياني من العلامات، من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يبدو، يعني من البداء، يبدي يعني يظهر للناس شيئا
لمصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم لا يخرج السفياني، ممكن أم لا؟ نعم ممكن، لأن تأخير الظهور إلى بعد خروج السفياني هذا وعيد، هذا شيء سيء. فالله عز وجل من الممكن أنه يرفع اليد عند الناس هكذا، يظهر للناس أنه هذا الشيء لا يحدث، ممكن، هذا تفضل، خلف الوعيد تفضل. أما الظهور الشريف وعد، وخلف الوعد قبيح على الكريم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. فأنت تبحث عن ماذا؟ عن شيء قد لا يحدث نهائيا أصلا، تبحث أن السفياني خرج أم لا؟ أصلا من الممكن أن لا يكون هناك سفياني، الله عز وجل يمحو هذا الشيء، من الممكن يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. من الممكن أنه قاتل ذي النفس الزكية أصلا لا يحدث، من الممكن حسب هذه الرواية الشريفة، من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يمحو هذا الشيء بدون أن يقتل ذي النفس الزكية، يكون الظهور الشريف ممكن، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، قد يكون. أبحث عن العلامات، وبنفس النسبة بالتأكيد سأقصر في واجباتي. ما هو واجبي؟ أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ قال أفضل تروك أمتي، أفضل أعمال، يعني انتظار الفرج عمل. بعضنا يفسر انتظار الفرج بالترك، أن الإنسان لا يصنع كذا، هذا ما صار عمل. النبي صلى الله عليه وآله يقول أفضل أعمال أمتي، يعني تعمل شيئا بعملك تكون منتظرا. إذا انشغلت بهذه الأمور التي ما أمرنا بها، بالانشغال بالبحث عن مصادقها، سنترك واجبنا انتظار الفرج، عمل عمل لانتظار الفرج. ما هو واجبنا؟ ما هو تكليفنا؟ أقرأ لكم رواية شريفة، لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. هذه الرواية الشريفة بدايتها مضحكة، الراوي مقفل، الراوي معصب، مبين، ولكن نهاية الرواية الشريفة مؤلمة جدا جدا مؤلمة. الرواية الشريفة في الكافي الشريف عن سدير. مقدمة أقول سدير إنسان طيب، صحيح كلامه في هذه الرواية الشريفة تكشف أنه إنسان تحمله قليل، لا أعلم، معرفته قليلة، هو ليس إنسانا سيئا، معصب ما يفهمش ماذا يقول، ولذا أقول بدايتها مضحك. قال سدير الصيرفي قال دخلت على الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فقلت له الكلام خلاف الأدب، ولكن فقلت له والله ما يسعك القعود، لماذا أنت جالس يا ابن رسول الله؟ قم انهض. عجيب، ويحلف هم على أي حال. نستعيذ بالله، إن شاء الله إحنا لا نكون هكذا. فقلت له والله ما يسعك القعود، قال عليه الصلاة والسلام ولم يا سدير؟ قلت لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك. والله، مرة ثانية يحلف، والله لو كان لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي. جدك أمير المؤمنين ما كان عنده هذه الكمية من الأصحاب، أنت عندك. فقال عليه الصلاة والسلام يا سدير وكم عسى أن تكونوا، كم عددكم؟ الأصحاب الخلص
الحواريون المطيعون إطاعة مطلقة، كم عددكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا سدير، وكم عسى أن تكونوا؟ قلتم 100,000. معصب معصب، هذا الذي أقول بالفعل. الإنسان أحيانا عندما يتكلم عن عصبية لا يعرف حدود ما يقول. فقال عليه الصلاة والسلام: 100,000؟ قلت: نعم، و200,000. فقال عليه الصلاة والسلام: و200,000؟ قلت: نعم، ونصف الدنيا. الإمام شاف لا هذا منتهي يعني. يقول سدير: فسكت الإمام عني، خلاص شاف لا هذا رايح فيها يعني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخف عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع، تأتي معنا إلى ينبع، منطقة أطراف المدينة، تأتي معنا؟ قلت: نعم. يقول تفاصيل لا علينا بها. يقول: فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، ونظر الإمام عليه الصلاة والسلام إلى غلام يرعى جداء. جداء جمع جدي، جد يعني الماعز، يرعى جداء. فقال عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة المؤلمة: والله يا سدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. يقول سدير: فنزلنا وصلينا، فلما فرغنا من الصلاة عطفت إلى الجداء، ذهبت إلى الجداء أحسب كم عددها، فعددتها فإذا هي 17. 17! الإمام أقسم بالله عز وجل، قال: والله يا سدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. الإمام ما عنده 17 شخصا. بالفعل اقرأوا في رواية الحواريين: عدد الحواريين للإمامين الباقر والصادق صلوات الله عليهما إما 9 أو 10، لعلهم 9 على ما ببالي. وبالفعل أهل البيت أثبتوا هذا الشيء. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كان عنده عدد أكثر من هذا، حواري والإمام سيد الشهداء صلوات الله عليهم، كل من استشهد بين يديه يوم عاشوراء كان عنده عدد أكثر، قام نهض. كم كان عددهم؟ 72، أكثر من ذلك، لعله أكبر رقم قد يقال 139، كل أصحاب الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه. نهض، ليس فقط نهض، سار إليهم مئات الكيلومترات. هو الإمام قام سار، خرج من بلده، ذهب مئات الكيلومترات باتجاههم. بقية الأئمة ما كان عندهم. كم حواريو النبي صلى الله عليه وآله؟ كم حواريو أمير المؤمنين؟ كم حواريو الإمام الحسن؟ كم حواريو الإمام زين العابدين؟ الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء عنده مهمة كبيرة. لا، ب17 لا يمكن تحقيق تلك المهمة. يريد أن يبسط العدالة على وجه البسيطة كلها. تعلم ماذا يعني؟ يعني حتى عند الحيوانات، ليس فقط عند البشر. البشر عددهم اليوم ما يقارب من 8 مليارات. الجن كم عددهم؟ يحقق العدالة حتى في عالم الجن. كم عددهم؟ أضعاف عدد البشر. الحيوانات كم عددها؟ آلاف، ملايين أضعاف البشر. يملأها، هذه الكلمة وردت في المتواترة من الروايات الشريفة، يملأها قسطا وعدلا. يملأ الملأ لا يكون إلا أن يخلو أن تخلو الأرض من الظلم نهائيا، هذا معنى يملأها. إذا في مجال لا يقال يملأ، ملأ الكأس يعني ماذا؟ يعني ملأه، لا يوجد أي مجال آخر فيه. يملأ الأرض قسطا وعدلا. هذه المهمة الكبيرة يحتاج إلى عدد كبير من الحواري. كم؟
فقط 313، هذا أيضا غير حاصل. عندما أقول ننشغل بواجبنا بدل أن ننشغل بأمور أخرى لا ارتباط لها بنا. يا أخي أنا لا أتمكن أن أكون من 313، أولا لا تقول هذه الكلمة، قد لا أصلا أنت لا تتمكن، تتمكن أن تمهد، ما تتمكن منه، تتمكن أن تقرب، تتمكن أن تعمل واجبك، انتظار الفرج، أعمال أمتي، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، اعمل لانتظار الفرج، هذا تتمكن منه. أختم كلامي بحديث شريف، هذا الحديث الشريف رواه الشيخ صدوق رضوان الله عليه في كمال الدين. قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو على المنبر في خطبة له، يعني يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه، الرواية عباراتها جدا جميلة إن شاء الله ندرك تلك الأيام، إلى أن يقول صلوات الله عليه: إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب. ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن. الإمام أرواح العالمين له الفداء، أمر الظهور له يحتاج إلى 313 من الحواريين المؤمنين الخلص، هذا قبل الظهور حتى يظهر، أما بعد الظهور لا، وضع الناس يختلف، يكونون بالآلاف، يكونون بمئات الآلاف، يكونون بالملايين إن شاء الله. لاحظوا العبارة: ووضع يده على رؤوس العباد، كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن حفيده الإمام بقية الله روح العالمين له الفداء. ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأعطاه الله تعالى قوة 40 رجلا، شيء منه هذا لعله جسماني، شيء منه روحي، شيء منه نفسي، أصحاب سيد الشهداء صلوات الله عليه يوم عاشوراء كانت لهم قوة خارقة. من أين هذه القوة؟ علي الأكبر سلام الله عليه حسب بعض التواريخ قتل من الأعداء ما يقارب من 200 شخص بوحده، كيف يمكن؟ طبعا له تفسير كيف حدث ذلك، لا علينا علامة تفسيره، الروح القوية العالية والنفس العالية تكون آثارهما، الروح والنفس على الجسم آثار كبيرة جدا، الجسم يكون أقوى. جزء من هذه القضية قوة جسمانية الله عز وجل يعطيهم، جزء آخر القوة الروحية والقوة النفسية تنعكس على الجسم، تقوي الجسم. وأعطاه الله تعالى لكل مؤمن قوة 40 رجلا ولا يبقى. الفرحة تدخل على قلوب المؤمنين، لا حتى تدخل على قلوب الأموات في عالم البرزخ، فرحة الظهور يعني تتخطى حدود هذا العالم، عالم الدنيا. لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة، في بعض النسخ في قلبه، وهو في قبره وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام الإمام صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا الإمام ذكر الاسم الخاص لصاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء.
أبارك لكم الذكرى السعيدة المباركة العطرة لميلاد سيدنا ومولانا إمامنا حجة الله على الخلائق بقية الله العظام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه أن يعجل له الفرج وأن يجعلنا من خيرة أنصاره وخدامه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.